في ضلمه ولا وحده ابدا. يا عبد الله، مش بقول لك انك انت البلسم بتاعي، بتقول لي كلام ما بسمعهوش غير منك انت. انت بتجيب الكلام ده منين؟ انا ما بجيبش حاجه من عندي، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيجيب كل حاجه. احنا ادوات، احنا اسباب لبعضينا ماشيه على الارض. صح صح يا عبد الله، كل واحد بيبقى السبب للي بيحصل حواليه. عشان كده لازم نبص حوالينا ونحمد ربنا على كل اللي اداهولنا. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك، صلى الله عليه وسلم. الله، انت ما صليتش على الحبيب ليه؟ عليه الصلاه والسلام. مساء الخير. مساء النور يا هانم. اهلا يا دنيا. اهلا، ازيك؟ الشيخ عبد الله رضي عننا اخيرا وجه يزورنا هنا اهو. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يبارك فيك يا بنتي. نبدا؟ يا ريت. الشيخ عبد الله حيقرا قران. اه طبعا، وماله؟ تفضل يا مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. أنا بس مش فاهم، أنت قلقان من إيه يا حاج؟ من كلام الناس يا ابني، قلقان على سمعة البنت. سمعتها؟ هو حد ممكن يتكلم عليها نص كلمة؟ أنا اللي يتكلم عليها موته. وليه نستنى لما حد يتكلم يا ابني؟ ليه ما نخلص كل الألسنة من الأول أحسن؟ طب يابا فهمني اللي في دماغك. صحيح يا ابني، أنتوا بعض والناس عارفة كده، لكن ده مش كفاية. انتوا بتروحوا وتيجوا مع بعض والناس بتشوفكم، واحنا في بلد فلاحين، ما نضمنش بقى ايه اللي ممكن يتقال. يتقال ايه يابا؟ هيام سمعتها زي الجنيه الذهب، وانا الحمد لله الناس كلها عارفاني ان انا دغري ومش بتاع هلس وبتاع ربنا سبحانه وتعالى. كل ده كويس وعلى عيني وراسي يا ابني، بس برضو لازم نحميكم، وده مش هيحصل الا بشرع ربنا. عايز تجوزنا يابا؟ ايوه يا ابني، لازم نحافظ على سمعة البنت دي، امانة في رقبتنا. كلامك ده يابا مفرحني قوي، عشان طبعا انت عارف انا بحب هيام قد ايه، بس يابا الحمل عليك هيبقى كتير وكمان هيبقى عيب عليك. ما يهمكش يا ابني، انا اتحمل اي شيء الا اني اتحمل ذنب البنت دي قصاد ربنا. خلاص يابا اللي تشوفه. خلاص، يبقى على بركه الله. ها قلت ايه بقى يا اختي؟ والله كلمتك سيف على رقابينا يا سي ابراهيم، انت دلوقتي في منزله ابوهم هما الاثنين، والقول قولك والامر امرك. لا 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 يا سيد ام محمود، مفيش امر ولا حاجه لا سمح الله، انا كان غرضي بس يعني راحه الولاد وسعادتهم، وعشان احافظ على بنت هيام، ده اللي في نيتي في الاول وفي الاخر. اه والله يا اختي، ده هو قايم نايم بالموضوع ده من ساعه ما هيام قالت يا جماعه، بيقول لي ابدا هيام دي امانه في رقبتي وتهمني اكتر من مصطفى. اي والله. انتوا بتقولوا ايه؟ ده يوم المنى عندي لما هيام كده تتعلق في رقبتكم رسمي وبالورقه والقلم. ده انا مصطفى عندي مفيش راجل في الدنيا يساوي دفر. ربنا يخليك ليا يا خالتي. طب دلوقتي بقى نتبع الشرع. هيا يا عروسه، موافقه على الولد ده ولا لا؟ خلاص بقى يا اخويا، السكوت علامه الرضا. دول حتى موعودين لبعض من قبل لسانهم ما يعرف ينطق. لا، الاصول اصول. يا عروسه سمعينا صوتك، ها موافقه على القفل ده ولا لا؟ ها ايه مكسوفه من امتى؟ ليه بقى يا اخويا وانا ما بتكسفش ولا اهو يا حاج سمعتوا صوتها.
يبقى على بركة الله. احنا ان شاء الله قبل مدرسة تبتدي كده نلبس الدبل ونجيب هدية مناسبة للعروسة، وبعديها بشوية الشبكة، واول ما الولد يخلص الجامعة يتجوزوا ان شاء الله. يا الف نهار ابيض، مبروك يا عروسة ابني يا حلوة. الله يبارك فيك يا حبيبتي. يلا جماعة بقى سمعونا الفاتحة بالصلاة على النبي. عليه الصلاة والسلام. بسم الله. كده برضو يا يوسف، لا انت ولا سحر بتسألوا عليا. يا ابني انا كبرت خلاص، محتاج لكم. انا مقدر يا ابني، مقدر مشاغلكم، بس برضو سألوا عليا. يا يوسف انا وحيد، انا خايف، خايف من الزمن يا ابني. انا ما بقتش زي الاول. يا ولاد انتوا وحشتوني قوي، وعاوز اشوفكم، طولتوا قوي في خيبتكم دي. حاضر، يا ريت تسلم لي على صحر، سلم لي على اولادك واولادها، وتقول لصحر انتي وحشتي بابي قوي. مع السلامه. انت برضو اللي بتسال عليهم؟ في ايه يعني؟ ما انا وهم واحد. هم سايبينك ولا بيسألوا فيك، حتى السؤال مستخسرين، تقوم انت تسأل عليهم؟ طب مين المفروض يسأل على مين؟ الكبير ولا الصغير؟ انت عارفة ان الضنا غالية يا دنيا، مهما عملهم لازم اسامحهم. انا شوقي لهم فوق عن ارادتي. والاب اللي كبر مش غالي؟ ده كفايه رقدتك في المستشفى وانت بين الحياه والموت، ولا حد فيهم سأل عليك. ونتصل بيهم نقول لهم تعالوا شوفوا ابوكم، مفيش فايده. مسؤولياتهم كتير، الله يكون في عونهم. انا مالي، انا احرق في دمي ليه يا اخويا؟ عن اذنك. رايح فين؟ طالع اخد حمام عشان رايح على الشركه. الشركه دلوقتي؟ دلوقتي في ورق مهم لازم امضيه. ارجوك يا دنيا ما تسيبنيش لوحدي، انا زهقان. لا يا اخويا مش هتزهق، اختك كاميليا بره قاعده مستنياك. قلت لها اطلعي له، قالت لي لا خليه يطلع لي بره. كاميليا يا اختي، كاميليا.